مساء الخير. مستمرين في سلسلة حلقات رحلة الإيمان، قلنا أنها عبارة عن منهج متكامل للتغيير، واتكلمنا عن فكرة أن الصيام 30 يوم فهو الأساس في 30 يوم ترويض للنفس وللإرادة وللتغيير بشكل عام. العلماء سموا الخطوات دي منازل السائرين، هم 10 أقسام عبارة عن 100 خطوة. دول خطوات تحول النفس والقلب من القلب الغافل للقلب الذاكر الموصول بالله. بنتكلم في الحلقات عن أكتر الخطوات اللي ما ينفعش نفرط فيها في الرحلة دي. كان أول قسم من 10 أقسام كان قسم البدايات، هو قسم بتحضر فيه نفسك من يقظة وتوبة وتفكر لحد حسن الاستماع. بعده بتتفتح لك أبواب مع ربنا. من الأبواب دي باب الخوف من ربنا وباب الرجاء في الله، واللي بيوصلوا المعاني الخشية والخشوع، زي مثلا الخشوع في الصلاة ما بنعرفش نوصل له صح من غير تجهيز القلب والنفس بالمعاني دي الأول. إيه هو الخوف من الله؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. السؤال هو إحنا المفروض نخاف من ربنا ولا نحس بالأمان والطمأنينة معاه؟ كتير بيصدروا للناس في دعوتهم أنواع العذاب، عذاب القبر والنار والجحيم، علشان الناس تخاف من ربنا فيبعدوا عن الغلط. هم ماشي بيبعدوا عن الغلط، بس بيبعدوا عن حب ربنا في نفس الوقت. بتبقى عبادة خوف وقلق بمفهوم أن ربنا الجبار المنتقم اللي هيعذبنا ومستنينا نغلط، حاشا لله. وقتها ممكن الناس بتكسب حسنات وبيترعبوا من الغلط، لكن ولا عرفوا حاجة عن ربنا ولا اتوجدت العلاقة المفروض تتوجد. وغير صعب يجتمع الشعور بالخوف اللي بيتصدر بشكله ده مع اني اطمن بالله وهو يبقى مصدر الامان جواه. الخوف من الله هو شعور اتوجد جوه الانسان بهدف الوقاية والحماية. في قوانين لو اتبعتها هتحميك من عواقب كتير، فالخوف الهدف منه الامان، فتخاف للدرجة اللي توجد لك الأمان، مش توصلك للرعب واليأس والبعد عن حب الله. ده المعدل الطبيعي للخوف. الخوف ده لولاه ما نعرفش نعيش. بمعنى لو ما حدش خايف من أي عقاب، عقاب حتى من البشر، كان الكل بقى مجرمين. فالخوف نعمة من ربنا بيحميك وبيصونك. الخوف السوي يخلي الإنسان يعيش عزيز محترم نفسه ومكرمها، ماشي على منهج وقوانين. فأصل الخوف من الله هو خوف ما ينفصلش عن معاني الحب. فالأصل ربنا ما خلقناش للعذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. في 3 أصناف من البشر. في الناس العوام العاديين صفاتهم في الخوف إن بيكون عندهم خوف من العقوبة، عندهم خوف لما يفتكروا المعصية وبيراقبوا عواقب المعاصي. دول 3 حاجات. يعني ايه بيراقبوا عواقب المعاصي؟ يعني يحصل لهم حاجه سيئه فيربطوا بينها وبين الذنب اللي اتعمل. كتير بيعمل كده وبرغم ان ظاهره محاسبه نفس، لكن ده ما ينفعش يعمم، لاننا مش في دار حساب وجزاء، فنربط كل حاجه سيئه حصلت ان ده عقاب لذنب عملته. في ابتلاءات بترتقي منك ودروس بتتعلمها مش بمنظور الجزاء والعقاب، طالما تراجعت عن الذنب بالندم والتوبه. في صنف تاني من البشر ما بيخافش وعنده الرجاء في الله بشكل غلط، مخليه مستهون بالمعاصي وموهوم بكثرة النعم اللي عنده وإنها دلالة على رضا ربنا، وهو في الحقيقة استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وفي صنف تالت الخوف عنده مش خوف من عقاب، هي هبة من الله وخشية، خوف من عدم رضاه. خوف المؤمن إن عمله يحبط وهو مش حاسس، خوف فيه فرار لله ففروا إلى الله. ودي منزلة الخشوع، وده شعور تاني خالص بيعيشك بأمان في الدنيا وفي الآخرة، وبيوزن لك كل مشاعر الخوف في الحياة من البشر ومن الرزق ومن الفقد من كل حاجة. هتكتشف إن مصدر أمانك الحقيقي هو الله، لأن هو اللي خلقك وخالق الأمان وخالق الخوف وخالق المنهج اللي معرفك فيه تخاف صح إزاي. باب الخوف والرجاء والخشوع لله هنتكلم عنهم بالتفصيل النهاردة مع ضيفنا الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.